ليش ما يحسن؟ منين تحكي؟ اخر اللسان يحكي وهو يابس. هاي جهة، الجهة الثانية اصواتها بحها، ردوا عياله من العطش يوم لو صاحب صوت للتوديع قمر، اي صاحب صوت للتوديع، اي عقوم معجوري مثل سرب القطع قام يحوم، يا مثل سرب القطع قام يا حوم، تطيح عليه وحدتهم او تعثار اجل زينب يوصيها بالعياد، يوصيها بعليله او كل الاطفال شاف دموعها شلون جرت، جرت بمصيبة من حرقة من قلب ذاهب. قالت اخي من وصيت ابنا يا رجانا؟ بعض الجماعة كل واحد ترى الى فد ارادة والقراءة، وتعرف من اول محرم الى هذه اللحظة لو ما نظر اهل البيت يتقطع الواحد. هذه معجزة اهل البيت من محرم حتى هاللحظة، هاي مجالس ما شاء الله يريد لها قوة من حديد، لكن قوة الله اقوى من هذا كله. فيريد هم ايضا جهة منظومة اللي يقرون بحارنا، واليوم اشوف العراقيين متغلبين ازيد وان كان اكو زوا، فاذا اكو نعم توجه اقرف بيت بيت يعني. واسألكم الدعاء في خصوص سيدتي ومولاتي، وهي واقفة وتقول لها هذه حرم وظلت من غير وليا، قلت شاف البصر شاف البصر لو تشل تشل الليل بظلامه، وكلها حرم وفاجدة وعدها يتامة. تبين كلكم راغبين لعد، ها اي خويا وهالعسكر المعشوم ما ندرش مرامه، اي من هول يباريها تريد رجال ظفرين، ومن ظل عندها ابو فاضل وطايح هنا من يباريها؟ تقول له خويا راح تودعنا، من يظل عندنا احنا واحنا عائله؟ خويا انا وياك كل شدة صالي بقوة عزم ما دام اشوف انك قبالي، خويا ابا عبد الله لكن عقب عينك انا شي صير حالي، انا شي صير حالي يا خويا. جاوب على الامام قالها خويا بعزم حدر، قالها بعزم حدر تلقيها النوايب، يعني ابونا شلون صبرتي هم صبري، قالها بعزم حدر تلقيها النوايب كعبة بقيت للرزايا والمصايب يسرى وسبي وتشريد ما بين الاجانب. هذا كله يصير عليك يا اخويا يكون الصبرين، سلبه وسبه وتشهر ما بين الاجانب، وبهالحريم وراس
راسنا الكوفة تطبين. البيت اسألك الدعاء. قالت صبر مالي من اللي صبر بعد. قالت صبر مالي يا بعد احلى احلى فرقاك. قالت صبر مالي يا بعد احلى احلى فرقاك. للموت خلنا يا عزيز الروح وياه يا خويا بحالبار تضيعنا وما جينا بلاياك. قبلت نحرة وصاحت الله وياك يا حسين. هذه زينبون تحفظي ولا هذه زينبون ومن قبله كانت بفنا دارها تحط الحال. يا الله ترى اليوم اليوم اضحت اليوم اليوم اضحت اليوم واليتامى عليها اضحت. اكرر اليوم اكرر حتى تهيجك. ها اضحت اليوم يا حسين يا ابا عبد الله. أضحت اليوم واليتامى عليا يا لقومي تصدق الأنذال. تصدق الوادم علينا وعطايا الخلق كلها من دين. ما خاب ظل اللي يعتنينا يظل كل سنة يروح ويجينا وسافة الدهر هالخان وسافة الدهر هالخان بينا ولينا نذبح وحنا. صوت عزيز الحسين صوت بل هو صوت الحسين. استغربت الحسين تركته جثة بلا راس. اخرجت رأسها من المحمل واذا هي ترى رأس المولى على الرمح امامها. اما نظرت اليه ادخلت رأسها في المحمل ونطحت جبينها. رأت اللوم حزينبون حين ماله وعليه رأس الحسين تلالة. خاطبته الجميع. نقرأ الأصل إذا الشطور الثلاث ما تحفظوها الجميع نقرأ الأصل بهيجان لأن اليوم عزا عزا على زينب. وين راحت اليوم وين تنزل؟ رأت اللوم حزينبون حين ماله وعليه رأس الحسين تلالة. خطبته مذلاح يزهو هلالة يا هلالة لما استكوى. ماجور يا هلالة لما استتم كمالة غلو خسفو فابدا غروبة. ما توهم يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا. ما مثل يومك يا ابو اليمة جرى على رمح راسك وجسمك عثر. شلون حال اختك الجسمك تنظره عالترب والخيل واسفل داسته. بعد اشوف اكو الحرمة من نساء الانصار قامت تندب العشيرة ويجون عشيرتها ياخذوها. العقيلة هنا يا مؤمنين تعاين المن تندب هي. عزيز عليك عزيز العقيلة مولاتنا. واذا تلتفت يا المن الصيح عدها حد قال بها يا انا منين ابو فاضل اجعد انا منين
شبش فوفا زندة وقل الحرم صارت بشد فلم يبقى احد الا هي واختها فقالت اخي اركبي اجابتها اخي انت اركبي قالت لا اخي انت اركبي قالت اذا انا ركبت انت من يركب فقالت انا امري الذي اخرجني من المدينة أني لك كفيل الجميع وكفيل الجميع منا أخذت على عبادة باب المحمل وياي تلتفت بقلبك وتوجهت إلى العلقمة يا أخي عباس كفيل عباس أخي أنت الذي أخرجتني من منزلي وأنت الذي أركبت لي في محملي أخي قم الآن وركبوا أحمى الضائعات بعدك وعن في يد النائبات حسرى بوادي اللي جبتني عبدك يا خايا يا رقبتني بس ما يا غبت علي وعبتني يا عقبك بني بس يا زجر الورمز قال لي به يا جاوبها يا زنب شبيدي شبيدي اخوتي الحرب تدري نعيدي اي اخوتي الحرب لولت نوش السيف ايدي ما كان ظل وحده ضيدي تخمش بخده
راحت عليه الذنوب وقالي ملك والينا الشريعة وبالعطش وسفة قبرها قال عم عليكم بالفراق ضررنا يا صحنا ومحمدا اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا ربنا ويا رجاءنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين بيامك وانت تسمع بشاه ومن الخوف لعذت بيك غير يكون تحماه سيدي تناديك بضعف الصوت يا بويا ويا بعد سلاي يا بسمع العزيزة ويا ابوها مدللها يا من قطع راسك ماجور هنيئا لك يا ضايا من قطع راسك ويا وسل بثيابك يا ضايا غطى كل مصاب مصاب المجرى مصابك يا بعث بعيد البلا مخضب عسب عيد البلا مخضب وبفيض الدم خضابك قبل ما شوفك بهالحال يا ريت نعمت عيناي ضايع عمت عيني عمت عيني ولا شوفك كثير ويجري دم نحرك واصحابك واهل بيتك ضحايا مطرحة بكترك عساه تعجرت هالخيل ولا داست على صدرك يا هذا الك حالة رد يا لا اذا عندك يصير هيجان اخر اي عساه تعجرت هالخيل ولا داست على صدر عفري خوش العزيز عندك استعداد يا ابو اعطيك مهلة حبة ما يخالف على كيفك عساه تعجرت هالخيل ولا داست على صدر ايرات الموت اخذ عمري شنب عمري عقب ولياي ايرات الموت اخذ عمري اي شنب عمري اي عقب ولياي شلب عمرين قصف عمري عمر بذل عسل لا فعل يا بشلت محجبة بخدري ولن مشتفي مشتف بيش بيش جاوبني ها برستك ها اي كنت محجبة بخدري اي ولا اللي مشتف اي بيه عفري وويلا وحسينا يا بشرت محجبة بخدري ولا اللي مشتف بحباي يا عيال الله الله بين هذا حالي كنت بويا بين اخوتي بهابة وعز ولني بين قوم انزال يا بلبل طوح الحادي البحر مشت ومدري ليا كثر منواي بلبل طوح الحادي ايه ومدري ليا
ستر من واي باي تنصب مناح عليه ابوي وابكي عليك ما خلوني ابوي هرت تنصب مناح عليك ليش الكفر من هوني بويا ليش عيوني من تدمع بشعب الرمح ضربوني ايه والله يا ابو اليم عنك غصب ما اشاء اسألك الدعاء بويا جل صار الصار بويا جل صار الصار عطيان الكفر ذبحوك بويا جل صار الصار عطيان الكفر ذبحوك ليش على الترب علي ليش على الترب علي ليش بتبن مال الضوء وش نظرية يقول للشاعر خياله اذا تناظر بين هنا وهناك جريح وذبيح صحيح لكن اكو شيء اخر هذا مناظرتك شنو اليه شنو قال وتسألني عن زمزم اذا تقول هناك اكو زمزم كربلاء اكو اخبرك بزمزم ما الى عدد ابدا وتسألني عن زمزم هاك ادمعي واي نظرية عالية يعني زمزم ياخذون من ماء او ما يخلص ودموعه تجري وما يخلص دموعها عيوني يجري دموعها وما تخلص على المولى ابي عبد الله وتسألني عن زمزم هاك ادموعي او الحجر الملثوم هذا ضريحه هذا موالي يجي الموالي الاخر يشوف نفسه دا يصب دموعه واكو واحد يعاينه لعلي سائله يجاوب قل له يلي تناشدني علي من تحمل العاين يا ابا عبد الله يلي تناشدني علي من تحمل العاية كل البكاء والنوح والحسرة على كل البكاء والنوح والحسرة على يا غريب كربلاء يا ابا عبد الله حبه بقلبي وتظهر بصبها دموعي مجبور في حبك يا غريب كربلاء حبه بقلبي وتظهر بصبها دموعي مجبور في حبه ولا اشوفه بطاعي اريد من الحاضر يجاوبني بالقافيه مجبور في حبه ولا اشوفه بطاعي يا ريت قبل ضلوعين رضت يا ريت قبل ضلوعين رضت ضلوعي ومن قبل خدي تعفرت مني الخدي يا ابا عبد الله ابكي على مصابه ابكي على مصابه بكل صبح ومساء انحب وسعيد على البكا الزهر الزكية لا زال تندب فاطمة لا زال تندب يا ضحايا الغابرين يا حسين
يا ابني يا عزيز وقرت لي وكان حال كان حال الامام مع شيعته. وكان الامام هذا خطابه مع المؤمنين: لا تشوفوني يا شيعة على الترب طايح جريح، عز على شيعتك وزائريك يا غريب كربلاء، لا تشوفوني يا شيعة على الترب طايح جريح، خدمت والست رايب والدم من يسير. كم عضيدة وكم ولد لي قبل ذبي، راح أشر لك إشارة وين ما أشر قلبك يكون قبل الإشارة وقلبي. كم عضيدة وكم ولد لي قبل ذبي، ذاك يبقى على الشريعة، ذاك يبقى على الشريعة، وهذا احمل جثته. يا اللي احمل جثته الذي صاح يا بني هاشم هلموا واحملوا علي، علي الاكبر. يقول الراوي: رأيت امرأة واقفة بباب الخيمة لما نظرت اليه صاحت وولدا، وعليا سألت عنها قيل لي عمته زينة. شيعتي هذا بيت الدعاء، سألكم الدعاء: شيعتي واللي كسر ظهري ونحل من القواية، الله الله، شيعتي واللي كسر ظهري ونحل من القواية، اي وحدتي من طاح يم النار شيال اللواية. وصلت يما ولا الندموم ومخسوه، ايوه سيدة ايوه مظلومه. اقرب يتهنا يغلي بدروب لا يغلي يا صاحب الامر، وهذا البيت اذا قريته وصلت القافيته انت يلي ذرح الزرس هالسنه يا العام راح تتهيج وطبا عليك. قاعد الان بمأتم لامامنا الحسن بالهيئه الحسنيه، يا ريت بس شمعه واحده من هالشموع هذه على قبره. اغلب قلوبنا معك يا سيدي، بيا كثر انت يا صاحب الزمان وياك الكلام الحقير والمحبين على لسانهم الخطاب معك. غلب قلوبنا كم دوب، غلب قلوبنا كم دوب، هدم وحزن يا بن حامل جار هدم. هذا حزن، هذه قبة جدك بأيام عاشور وصفر الراية سودة، وإذا راح عاشور وصفر ترد حمرة. ليش هذا إشعار؟ يعني صاحب القبر مقتول وثار من وخذ بعده، هذه الراية يعني صاحب القبر هذا مذبوح وبعد الثار ما لمن وخذ، يعني إذا وخذ ثار يخلون راية بيروت. غلب قلوبنا كم دوب حدام وحزن يا بن حامل جار هدام. اسمع يا الحجي هدام، يا مقبور اجدادك الطاغوت هدم، هدام او سوا مثل قبر الزكية. وينك حاضر؟ ايه وسوا مثل ايه زاير حاضر يا القبر الزكية. زين قلت صاحب الامر هنا
اسأل منكم يا زوار يا مجاورين، اذا صاحب الامر هنا النبي ما هو هنا مرواية للتجمة يقين علي الحسن سلام الله عليه سيدتي فاطمة ويانا هنا بالصحن يولا. نعم صحن ولدها وليلة الجمعة هذه الرواية المؤكدة وهنيال.